أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب في إعراب المثنى. مثنى إعراب كي سايو باب يا ودي. والرفع ما ثنيت بالألف كقولك الزيداني كان مال في. والنسب وجره بالياء بغير إشكال ولا مراء. تقول زيد لابس برديني وخالد منضارق اليدين. وتلحق النون بما غثني من المفاريد لجبر الوهن. باو في إعراب المثنى. مثنى إعراب كيس أيو باب يهود. مثنى لجلا أبواب النيابة وحنك صبحنا أسماء وستة صبحنا أوكوبات هذا وحنقلنا كيلا بعضها. ورفع ما الذي كيل رفع تيس ثنيت أدقه ما قاعت ثنية سكائن بالألف وهذا. وذلك كقولك قولك وخلوا أتقوق وشاء الزيداني لبدي الزيد كان لبدي الزيد وحي هذا المال في محل برشد إذا هذا. ونسبه مثنى إن لنسبه إيه وجره مثنى إن لجرنا كائنان بالياء هذا بغير إشكال إن هذا ولا مراء دود لآنا وآهادين وآهادين. صلى الله عليه وسلم. تقول وحال هذا زيد وزيد نكال إلى الله بسن واي مد لبسن واي بردين لبا مارو لبسن يهي لابس كل لبسن واي بردين لما مارو أو لبسن واي. وخالد الخالد نكال إلى أنا منطلق اليدين لبدي سكع مد من فتسيه واي لابد يزيك عمود آفت سنو أسين. وتلحق النون النون تياها ليس بما الذي كيها ليلي قد ثني هو ما قال التثنية من المفاريد حال أو كأهادي حال أو كمدي هيواد أيها ليلي سواد حال أو كمدي هين الله تثنية لجبر الوهن واد تاك درد كمد دراد دا آن الله ليشيها واد الله ليش نون تساج ونون عوض عن التوين في الاسم المفرد اللي ما يوه سازي وصفا. ورفع ما تنيته باو في عرب المثنى وعرب كيدو التغاني سوا باو المثنى بو يقرأ بس باو في عرب المثنى اعراب المثنى بسو يقرأ اعراب خبر لمبتدأ محذوف تقدير سازي لصعب. مبني على السكون في محل الرفع. إعراب خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه لما تظاهرت فيها غيره. إعراب مضاف المثنى مضاف إليه والمضاف إليه مجنون بالمضاف وعلامة جره كسة مقدرة على ألف منع من ظهورها تعذر. ورفع ما ثنيته ورفع الواو للاستئناف. رفع مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه لما تظاهرت فيها غيره. رفع مضاف ما اسم موصول بمعنى الذي مضاف اليه مبني على السكون في محل جر. ثنيت فعل وفاعل موه. ثنيت ثني فعل ماض مبني على فتحه مقدره على اخره منع من دون اشتغال المحل بسكون عارض لاتصاله بضمير رفع متحرك بارز. وتاء الضمير المخالط فاعل مبني على الفتح في محل الرفع. والهاء ضمير مخاطب مفعول به مبني على الضم في محل النصب. بالالف الباء حرف جر الالف مجرور بالباء وعلامه جر كسر دائرة فيها غري. الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن كائن خبر المبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه بالمبتدا وعلامه رفع لما تدارت فيها غري. والجمله من المبتدا وخبر ان الله محل من اعراب لانها مستأنفه. كقولك جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره وذلك الواو للاستئناف. ذلك ذا اسم إشارة متدون
مبني على سكون في محل رفع لكالا من البعد والكاف حرف خطاب كقولك الكاف حرف تشبيه وجر قول مجنون بالكاف وعلام جر كسد أرد في آخره الجار والمجنون متعلق بمحذوف تقديره كائن كائن خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلام ترفع دم الدار في آخره قول مضاف الكاف ضمير المقادم الله في ليه مبني على الفتح في محل جر والجملة من المبتدا وخبرنا لا محل من عرب لأنها مستأنفة الزيداني أتكو قوش كان وحي هذا المألفي الزيداني كان مألفي أكو قوش الزيداني متدو مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه لمة وعلامة رفعه الألف لأن نيابة عن اللمة لأنه مثنى وما أنه في حرف عن حركة والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد كان فعل الماضي ناقص مبني على الفتح ترفع الاسم وتنسب الخبر والألف ضمير تثنية اسم كان مبني على السكون في معرفة وما كتب إن كان الزيداني إن كان صورة قلبه ما تس الزيداني كان ما لفي الرا إن مكو قرأ ديك ها صورة قلبه إن تس يا ها إسكي كل شكاوة أنا يشرح هي إن مقرأ يو بل نسخدي سنة فير شو سازل لغير ورفع ما ثنيت بالألف كقولك الزيداني كان مألفي المجد كان إن كان ما كان مركب فعل بعض الناقص مبني على الفتح ترفع الاسم وتنصب الخبر والألف أيضا من تثنيان اسم كان مبني على السكون في محل رفع مألفي ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة مألفي مضاف ياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر وظرف متعلق بمحذوف وجوم تقديره كائنين ما هو المركز كائنين حين قمر خبر كان منصوب علامه النصب يسكن حونها الياء لانه مثنى المهم ما انه في حرف عن حركه ونون عوض عن التوين في الاسم المفرد والجمله بين كان اي واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدا الرابط بينما ضميرنا في كان يعود على الزيد المهم لازم يكون وسط والجمله من المبتدا وخبرها في محل نصب مقول قول ونسب الواو حرف عطف استئناف ونسب إلى النسب استئناف وودس مبني على الفتح في إلا محل من إعراب النسب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضم الظرف في آخره نسب مضاف الهاء ضمير غائب مضاف إليه مبني على ضم في محل جر وجر الواو الاستئناف جر مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضم الظرف في آخره ما هي عطف وجر الواو حرف عطف جر معطوف على نصب معطوف مرفوع مرفوع على متر بعيد مضارع في اقي جر مضاف له ضمير غائب مضاف اليه مبني على ضم في محل جر بالياء الواو حرف جر الياء مجرور بالباء علام جر كسر في اقري الجار مجرور متعلق محذوف تقديره كائناني كائناني خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلى متر بعيد الالف لانه مثنى ما نام في حرف عن حركه واد صلى هي والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد واد والجمله بين المبتدا وخبر الى محل من اعراب لانها مستانفه واد بغير إشكال الباء حرف جر بغير الباء حرف جر غير مجرور بالباء وعلام جر كسر في آخره غير مضاف إشكال مضاف إليه مضاف إليه مجرور بالمضاف علام جر كسر في آخره الجار مجرور متعلق بما تعلق بالجار المجرور الذي قبله هذا ولا مراء الواء حرف عطف لا زائدة لتأكيد النفي واد مراء معطوف صلى بغير إشكال هذا هي ولا مراء واد مراء معطوف على غير واد ومعطوف المجرور مجرور وعلام جر كسر في آخره تقول وحل داي ساس على داي مراء معطوف على إشكاله معطوف على إشكال ومعطوف المجنون مجنون وعلام جر كسر في آخره تقول أديك وحل داي تقول فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناس والجازم وعلام ترفع إلا مضارع في آخره وفعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت زيد 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 المبتدا مرفوع بالابتداء وعلام ترفع إلا مضارع في آخره لابس خبر المبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع من المبتدا وعلامه رفع لمته ظاهره في اخره وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل صار عمل الفعل سيواد وفاعل ضمير مستتر جواز تقديره صار يعود على زيد 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 لابس وهو زيدك بردين ومريم بردين مفعول به منصوب وعلامه النصب الياء لانه مثنى ما نوى في حرف عن حركه والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد ديواد وخالد وهي والجملة من المبتدا وخبره في محل نصب مقول قول وخالد أبوه حرف عسل خالد حكم نقاسي
خالد هو مبتدا ومرفوع بالابتداء وعلامه رفعه مضارع في اخره. منطلق خبر المبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه مضارع في اخره. والجمله بين المبتدا وخبره في محل نصب معطوفه على جمله زيد لابس البردينة. منطلق مضاف اليدين مضاف اليه، والمضاف اليه مجرور بالمضاف علامه جره واد الياء سكن لانه مثنى ما نوى في حرف عن حركه واد، ونون عوض عن التوين في الاسم المفرد. وتلحق النون بما قد سني من المفاريد لجبر الوهني وهني واد. وتلحق الواو للاستئناف. تلحق فعل مضارع مرفوع لتجرد من النازل والجازم علامة رفع إذا متدارة في آخره. النون فاعل تلحق مرفوع وعلامة رفع إذا متدارة في آخره. بما الباء حرف جر ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على سكون في محل جر واد. بما الوهل الشياد بما الذي كي الاهل الشياد. الجار مجرور متعلق بتلحق واد. قد حقيقي قد حرف تحقيق واحد ثم انا فعل ماضي مجهول مبني على الفتح لا محل من الاعراب. والنائب فاعل الى الضمير ومستتر جواز تقديره هو يعود الى ما. والجمله من الفعل والنائب الفاعل لا محل لا من الاعراب لانها صله الموصول. العائد الضمير في ثم يعود الى ما. من المفاريد من حرف الجر. المفاريد مجرور بمن وعلامه جره كسر في غير. الجار والمجرور متعلقون سال ذواته بثنية بثنية من المفاريد حال وكميت يعني الله تثنيات لجبر الوهني أنا له الأشياء لجبر الله محرف جري. جبر مجرور باللام وعلامة جري كسر في أقدي. جبر مضاف الوهني مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جري كسر في أقدي. الجار والمجرور متعلق بتلحق. باو في إعراب جمع مذكر السالم. والله سبحانه وتعالى أعلم.